إننا حضرة الحاكم نتابع مواقفكم الداعية لترسيخ السلام والتوافق ونزع فتيل التوتر والصراع والخلافات في كل السودان، ويسعدنا كثيرا خطاب الحكمة والاعتدال والدعوة إلى جمع الكلمة، كلمة أبناء السودان بمختلف مشاربهم. فهذا شأنكم أخي الحاكم الذي تفضلتم به وقمتم به وتحدث به مشكورا أخونا التوم هاجو، حديثا طيبا موفقا، حديث العارف والصديق والقريب. فنقول لك أخي الحاكم هذا جهد مبارك نباركه لك، ونحن معك فيه في وحدة أهل السودان وفي جمع كلمة أهل السودان وفي التوافق وفي التصالح العام، حتى تنعم دارفور وينعم عموم أهل السودان بهذا التوافق المبارك. ونرى في توجهاتكم هذه الحكمة والصواب، لأن إيماننا عظيم بأن الصراعات والخلافات والكراهية والتمزق لن تفيد الوطن ولا المواطن. وندعوكم إلى السير على بركة الله وتوفيقه على طريق جمع الكلمة وتوحيد الصف حتى يجني البلاد الاستقرار والتعايش السلمي بين أبنائه جميعا على اختلاف توجيهاتهم وأعراقهم وأفكارهم.